الرز ده هيكون مختلف شويه، وهنستعمل فيه حمص متبل وسبانخ وارنبيط. بالنسبه لمقادير الحمص مع التتبيله بتاعته، عندنا 1 كان حمص هيكون متصفي طبعا، وهنشطفه من الميه بتاعته، وهنحط معاه 1 معلقه كبيره زيت، 2 معلقه صغيره ثوم مفروم، 0.5 معلقه صغيره ملح، 0.25 معلقه صغيره جنزبيل مطحون، 1 معلقه صغيره كمون، 0.8 معلقه صغيره شطه، و1 معلقه كبيره عصير ليمون. بالنسبه للرز هيكون عندنا 2 معلقه كبيره زيت، 1 بصله مفرومه، 5 فصوص ثوم مفروم، 1 كوب رز بسمتي. لو احنا عندنا وقت ممكن نحط الرز ني، لكن عشان طبعا يخلص في وقت الحلقه احنا سلقين الرز نص سلقه، وطبعا لو هنكون سلقينه نص سلقه يبقى هنستعمل كميه اقل من كميه المرق اللي احنا كاتبينها. عندنا 1 معلقه كبيره كركم، 0.5 معلقه كبيره كاري، 0.5 معلقه صغيره ملح، 0.5 معلقه صغيره كزبره مطحونه، 0.5 معلقه كبيره جنزبيل، 4 كوب أرنبيط مفروم صغير، 3 كوب مرقة خضار، 2 كوب سبانخ تكون مفرومة. وبالنسبة للتوبينج عندنا 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم، 1 معلقة كبيرة نعناع مفروم، و3 معالق كبيرة فتة تكون مفتتة. أول حاجة هنبتدي بيها هي الحمص. عايزين الحمص يكون متبل كويس، هنحط معاه الزيت والمقادير كلها اللي احنا مجهزينها. عندنا ليمون، شطة، كمون، ملح، كزبرة وثوم. ويفضل ان احنا نسيب الخلطة دي علشان الحمص يتبل كويس. عايزين نسيبها حوالي ساعتين، يعني نحضرها بدري شوية قبل ما نبتدي نطبخ الرز، وده هيكون شكلها بعد ما تسابت حوالي ساعتين تتبل. وكمان علشان نتأكد ان الحمص تشرب تماما، الخلطة دي هنحطها في المايكرويف لمدة 2 دقيقة قبل ما نبتدي نطبخ الباقي. هسيب المايكرويف شغال علشان الحمص يبقى متبل كويس قوي، ونبتدي نشتغل مع بقية المقادير اللي عندنا. أول حاجة هنعملها هنحط البصل مع الزيت، ودلوقتي هحط معاه كل البهارات اللي عندنا. كاري، هحط الثوم، كزبرة، كركم، جنزبيل وملح، وهنقلبهم مع بعض لحد ما نبتدي نشم ان ريحتهم ابتدت تطلع. الحمص كده جاهز واتشرب الخليط بتاعه كويس، هحطه بالتتبيله بتاعته في الحله ونقلبهم مع بعض. ودلوقتي احط الارنبيط ونقلبه برضه. واحط الرز. ودلوقتي هحط المرق، مش هحط كل المرقة علشان الرز مستوي نص سوا،
ونقلبهم مع بعض. محتاجة حاجة بسيطة بس، مرق. وقبل الرز ما يتشرب المرقة هنحط معاه السبانخ وهنقلبه تقليبة بحيث ان كل حاجة تتوزع مع بعض كويس. ودلوقتي ممكن نغطيها بفويل وهنسيبها على نار هادية، نهدي النار لحد الرز ما يستوي.